نظم عمال شركة النقل الحضري والشبه الحضري عبر مختلف الولايات إضرابا وطنيا شل خدمات النقل. الإضراب دعت إليه التنسيقية الوطنية لعمال الشركة، وذلك بعد رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالب العمال المرفوعة في لقاء أفريل الماضي بولاية قسنطينة. رسلنا الوزارة ربع إرساليات فلم تجب بمطالب قسنطينة المرفوعة مطالب عمال 48 ولاية، ولهذه الأسباب عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبنا ومطالب جميع العمال بدون استثناء عبر التراب الوطني، فقررنا الدخول في إضراب وطني. الإضراب باقي شامل 48 ولاية، ونسعد التنسيقية هي إن شاء الله وكل المشاريع وكل المطالب باقي نبغى إن شاء الله. إن شاء الله أتسرنو إن شاء الله المؤسساتنا أتسرنو ذك خديم أتسرنو ريكريتمون للعمال إن شاء الله. اليوم رانا في إضراب على مطالب تابعين التنسيقية تاع الوطنية، وإن شاء الله يتحقون هذه المطالب. توحيد الاتفاقية الجماعية وتدعيم حاضرة المؤسسات بالحافلة وقطع الغيار وتحسين مختلف الظروف من بين المطالب التي رفعها المحتجون إلى الجهات المعنية. عندنا بزاف نقائص، ومطلب الأول اللي احنا مأكدين عليه هو توحيد الاتفاقية الجماعية كمطلب رئيسي، والمساواة بين مؤسسات النقل اللي هي راهي كاين جهوية وكاين عدة أمور. جدير بالذكر أن هذا الإضراب من المنتظر أن يدوم يومين كاملين في انتظار التكفل بمطالب العمال.